برحب بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج تكنو ناين، متابعه لكل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في حلقة اليوم معنا مجموعة متنوعة من الفقرات والحوارات. موضوع حلقتنا الرئيسي عن أول تيشيرت مصري، صناعة مصرية 100% رسوم متحركة. هنتعرف على هذه الفكرة، كيفية الدمج ما بين التطبيقات الهواتف المحمولة واستخدامها بصورة مختلفة، ومحاولة صناعة تيشيرتات تستطيع أن تتحدث، تصدر أصوات، والشخصيات اللي عليها ربما تتحرك أيضا. سنتعرف على هذه الفكرة من خلال حلقة اليوم من تكنو نايل، لكن دعونا في البداية نتابع هذه المجموعة من آخر الأخبار التكنولوجية في تقرير أحمد صبيح. تعتزم ذا تاتش إطلاق أول منتجاتها التي تتمثل بخاتم أطلقت عليه اسم اتش بي رينج، يمكن صاحبه من استشعار نبضات قلب شخص عزيز عليه بالوقت الحقيقي وأيا كان المكان الموجود به. ويقوم الخاتم بالتقاط نبضات قلب الطرف الأول وإرسالها في الوقت الحقيقي للطرف الثاني على شكل أضواء واهتزازات مماثلة للنبضات، وذلك بعد عمل اقتران لخاتمي الطرفين وربطهما بتطبيق الهاتف المصاحب بالاعتماد على تقنية البلوتوث، بحيث يمكن لهذين الشخصين عمل جو من الألفة سواء كان داخل منزل واحد أو بعيدين عن بعضهما. ويمكن استخدام خاتم اتش بي رينج لأسباب غير عاطفية أيضا، فهو مفيد للتأكد والتحقق من سلامة شخص آخر وبقائه على قيد الحياة، فيمكن لأصحاب المهن الخطرة الاستفادة منه مثل العاملين في الجيش والشرطة، بحيث تتعرض حياة هؤلاء الأشخاص للخطر بشكل يومي تقريبا، وبالتالي فإن الخاتم يخفف من قلق ذويهم دون إزعاجهم بالاتصالات والرسائل. كشفت مايكروسوفت عن استحواذها على الشركة الناشئة التي تقدم خدمة البث المباشر منخفض زمن الوصول بيم، ويبدو أن مايكروسوفت ترغب بإضافة أشياء إضافية خاصة لخدمة بث الفيديو المباشر على أجهزة ألعابها إكس بوكس ون. ويمكن للمشاهدين عبر استخدام خدمة بيم التفاعل والتأثير على منتجي الإذاعات الصوتية للألعاب برودكاست في الوقت الحقيقي، وقد عملت خدمات مثل يوتيوب وتويتش على تحويل مقاطع الفيديو ذات الصلة بالألعاب إلى فئة ضخمة على شبكة الإنترنت. وأثبتت خدمة بيم وجودها في سوق ألعاب الفيديو من خلال تقديمها فيديوهات مباشرة والتي لا تحتوي على أي تأخير ملحوظ في الوصول إلى الجمهور، ما سمح بالتفاعلات اللحظية الغير ممكنة مع خدمات يوتيوب وتويتش مع تأخير يبلغ 10 ثوانٍ. ويسمح تكامل الخدمة بشكله الجديد مع أجهزة إكس بوكس على دعم فكرة البث المباشر للألعاب لدى مايكروسوفت، وتمكن اللاعبين من إعداد البث المباشر التفاعلي بسهولة. كشفت مجموعة من طلاب الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بالتعاون مع باحثين من مايكروسوفت للأبحاث عن وشم مؤقت وذكي يحمل اسم ديوسكين، يمكن أن يتم تحويله إلى لوحة لمسية يتم من خلالها التحكم بالهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية تحويله إلى وسيلة مشاركة بيانات بالاعتماد على شريحة NFC. وبحسب سيدني هيسن ليوكاو طالبة دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن وشم ديوسكين ليس عصري فحسب، وإنما رخيص بما فيه الكفاية لتغييره وتبديل مظهره حينما يشاء صاحبه عمل ذلك. وتعتمد هذه الوشوم على ورقة ذهبية اللون في إنشائها بشكل جميل ومميز، مع إمكانية رسم شكل الوشم على برامج التصميم المختلفة ليتم قصه وتخصيصه بعد ذلك. ومن الممكن أن يحتوي الوشم على شريحة NFC أو أضواء LED تزيد من العنصر الجمالي له. قال أحد مطوري لعبة المغامرات ثلاثية الأبعاد That Day We Left إن توفير اللاعبين بنظرة محايدة عن الأزمة السورية كان من أهم أهداف إنشائها. وتحاول اللعبة التي لا تزال قيد التطوير داخل استوديو Inner Void Interactive إعادة رسم التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون على أرض الواقع خلال رحلتهم للانتقال إلى مكان آمن هربا من بلدهم الذي مزقته الحرب. وتروى القصة في عين شاب سوري يدعى رشيد والذي يحاول اصطحاب عائلته إلى أوروبا،
ويجمع اللاعبون خلال رحلة رشيد وعائلته بين خيارات السرد وإدارة الموارد المتاحة بتلك اللعبة الفردية، إذ يحاول اللاعب ألا يعرض رشيد ومن معه للخطر، وأن يساعدهم على إيجاد أماكن آمنة للنوم والاختباء، وأن يكشف الطرق الخفية ويجد نقاط العبور الموثوقة، كما يحاول اللاعب أن يوفر لهم الطعام والمؤن، والأهم من كل ذلك أن يبقيهم على قيد الحياة. تواصل تيرا فوجيا عملها بشكل مستمر لتنفيذ فكرة السيارات الطائرة بشكل استهلاكي بحلول عام 2025، وتقول الشركة إنها مستعدة لبناء سيارة حقيقية تطير، ويبدو أننا نقترب من رؤية السيارات الطائرة في حياتنا اليومية، حيث أنتجت الشركة أول سيارة تطير في عام 2014 والتي تحمل اسم ترانزيشن، والتي يمكنها الانتقال والتحول بكل سهولة من سيارة عادية إلى سيارة طائرة، ويمكنها أن تصل إلى سرعة 100 ميل في الساعة في الهواء ويبلغ مداها 400 ميل. وحولت شركة تيرا فوجيا كل اهتمامها إلى نموذجها الأحدث TFX، والتي تعتبر سيارة هجينة، ويمكنها وبحسب الشركة الإقلاع بشكل عمودي والطيران والهبوط على الأرض بشكل مستقل. ويحتاج أصحاب هذه السيارة إلى الخضوع لبعض أنواع التدريب لتحديد أشياء معينة، مثل متى يمكن الهبوط والطيران بشكل آمن، ويمكن للسيارة الهبوط على الأرض تلقائيا بمجرد قيام السائق بإعطائها الإذن للقيام بذلك. مرحبا بكم مرة تانية معنا. موضوع في حلقتنا النهاردة بيتحدث عن ابتكار جديد، كرسي متحرك استطاع أحد العلماء الروس إن هو يتوصل لإضافة تقنية جديدة في تساعد المرضى وذوي الحالات الخاصة على التعامل بشكل أسهل. هذا العالم أيضا سوف يخضع مع نهاية العام القادم لعملية جراحية من خلالها هيتم نقل رأسه إلى جسد جديد، نظرا إن هو بيعاني من مرض أو ضمور في العضلات. سنتعرف أكثر على هذا الابتكار الجديد من خلال لقاء عبر سكايب مع مستر فاليري سبيريدونوف من روسيا. مستر فاليري، ويلكم اون نيوز شانل. شكرا. مستر فاليري، أود أن أتحدث عن الكرسي والمشروع الجديد، هل يمكن أن تخبرنا أكثر عن هذا المشروع؟ للأسف لا أستطيع أن أستمع إليكم بشكل جيد. I'm asking about your clever chair. إنني أسأل عن الكرسي الذي اخترعته، نود أن نعرف معلومات أكثر عن مشروعك الجديد. لا أستطيع أن أستمع. Mr. Spedinov, can you hear me well now? سيد سبيدينوف، هل يمكن أن تسمعني الآن بشكل جيد؟ نعم. So I'm asking about you. أسألك عن المشروع. We want to know more information about this project. نود أن نعرف معلومات أكثر حول هذا المشروع. Okay, let me explain. دعني أوضح. And this technology is amazing, but it is very expensive. Not many people can afford. هناك صعوبة في أن يحاول الناس أن يعثروا على مثل هذا النوع من الكراسي. So I tried to. لذا. حاولت أن أقوم باختراع كرسي يفيد الناس. I am an engineer. أنا مهندس. وقمت باختراع هذا الكرسي. It will help many disabled people with big muscles or with other kinds of disability. والذي سوف يفيد الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقات. To control their wheelchair with just easy voice commands. ويمكن أن نرى أن هذا الكرسي المتحرك يسهل التحكم فيه. And how does this? Yes. How does this wheelchair differ from other wheelchairs? وكيف يختلف هذا الكرسي المتحرك عن الكراسي المتحركة الأخرى؟ Okay. Let me explain. Yes. No wheelchair today is operated with voice commands or with
with a smartphone. حاليا لا يوجد أي من الكراسي المتحركة في العالم يتم التحكم فيها من قبل مثلا الكراسي الموبايلات أو الهواتف المحمولة. Our system is very similar to autopilot of planes or of Tesla car because it can avoid obstacles. والكرسي المتحرك الذي قمت باختراعه يمكن أن يعمل من خلال الخلايا الضوئية. And the user doesn't have to use cumbersome joystick because no one can, not everybody can move their hands or. ومن يستخدم الكرسي المتحرك لن يتعين عليه أن يستخدم يده لأن ليس كل الناس تستطيع أن تحرك يدها. So with our system, you can just say, for example, kitchen, and the wheelchair will bring you. ومن خلال هذا الكرسي المتحرك يمكن فقط من خلال الصوت أن يتم إعطاء الأمر وهو سيتحرك إلى المكان الذي ذكرته له. And how this device can be attached to any modern electric wheelchair, and it is very. وهذا الجهاز يمكن أن يتم تثبيته على أي كرسي متحرك كهربائي وهو رخيص جداً. So on this system, you have a mobile application. في هذا النظام لديك تطبيق خاص بالموبايل. So you just have to buy a device that will connect to the wheelchair. هناك جهاز يتم تركيبه في الكرسي المتحرك. And it will operate. وسوف يعمل. And with your smartphone, because it's much more. وذلك من خلال الهواتف الذكية. وهو أمر أسهل على الكثير من الناس. We just point one destination, second destination. More of that. Later when we evolve this technique, disabled people will be even more free than healthy one, because when you go to supermarket. أيضا إذا ما ذهبت إلى السوبر ماركت مثلا باستخدام هذا الكرسي المتحرك. You can just press a button called the milk goods shelf, and your wheelchair will move there. يمكن أن تقوم بالضغط على زر مثلاً مكتوب عليه اللبن أو الحليب، وسيذهب الكرسي المتحرك لمكان الحليب. So it will know the navigation inside the supermarket. سوف يتلقى الإشارات من داخل السوبرماركت. And will bring you to the shelf with your goods. With no effort at all. وسوف يأخذك إلى المكان الذي ترغب فيه دون أي مجهود، فقط تضغط على الزر. Mr. Spadinov, was your idea for individual cases or هل هذه الفكرة لحالات فردية أم لكل الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في كل أنحاء العالم؟ هذا يمكن أن يكون مفيداً لكل الأشخاص ذوي الإعاقات، والكثير من الناس أيضاً يحتاجون إلى هذا الجهاز. And what will this chair help people to do otherwise than go to the supermarket, as you mentioned? بالإضافة إلى ذهابهم إلى السوبر ماركت. إنه سوف يسمح للناس الذين لديهم إعاقة كاملة أن يتحركوا بشكل مختلف. لأن اليوم هناك الناس الذين لا يستطيعون حتى تحريك كراسيهم المتحركة. And what are your development plans? ما هي خطط التطوير الخاصة بهذا الكرسي؟ We have created this autopilot. إن هذا مجرد مشروع تجريبي ويمكن أن نطوره. وسوف يكون متاحا في غضون شهرين في الأسواق. And which markets? ما هي الأسواق التي سوف تذهب إليها؟ فقط في أوروبا وروسيا أم في الشرق الأوسط أيضا؟ في كل أنحاء العالم. على الإنترنت مثلا يمكن أن تذهبوا إلى موقعنا على الإنترنت. And about the cost of this, ماذا عن تكلفة of this wheel هذا الكرسي المتحرك؟ Will it be much expensive هل ستكون أكثر تكلفة من الكراسي الأخرى المماثلة؟ إنها تكنولوجيا في متناول الجميع، تقريبا ما يزيد قليلا عن $200 أمريكي. وبها سكانر أو ماسح لكي يكون هناك تحديد للاتجاهات، وأيضا سوف يسمح أيضا بإدخال التطبيقات على الهاتف المحمول.
Mr. Valery, talking about another point, you will undergo the first ever human head transplant. Why did you agree to make such a risky and difficult surgery? لنقل أو لزراعة رأس بشري، لماذا قررت المرور بهذه الجراحة الخطيرة؟ إن هذه التكنولوجيا التي ستستخدم في هذه الجراحة سوف تفيد أشخاص آخرين لديهم مثلا إصابات في العمود الفقري وفي النخاع الشوكي. إذن هذا من أجل أن يكون الناس أصحاء أكثر، لأنه لو كان هناك مثلا صدمة في النخاع الشوكي أو العمود الفقري لن يستطيع المرء أن يتحرك. And what are your expectations? ما هي توقعاتك من هذه الجراحة؟ Of course, I'm expecting that. أتوقع do a lot of tests before. أننا سوف نقوم بإجراء الكثير من التجارب قبل أن يتم إجراء هذه الجراحة بشكل معمم. يجب أن يتم إجراء أيضا اختبارات بشأن الأمن والسلامة لمن سيتم إجراء الجراحة إليه، لذا سيكون هناك الكثير من التجارب والاختبارات قبل إجراء الجراحة. وطبعا سنحتاج أيضا إلى أن يكون لدينا القدرة على إعطاء الرعاية والاهتمام لأشخاص مثلي، فمثلا أنا أحتاج إلى مساعدة يومية، فهناك من يأتون لمساعدتي في أبسط الأشياء حتى النهوض من السرير، لا أستطيع أن أفعلها بنفسي. وبعد الجراحة نعتقد أن الأمر سيكون مختلف وسأستطيع الاهتمام بنفسي. And did the doctor tell you about details about this operation? هل أخبرك الطبيب تفاصيل عن هذه الجراحة ومدى تعقيدها؟ طبعا أعرف مدى تعقيدها، أعرف تاريخ مثل هذا النوع من الجراحات. وهناك أحد الجراحين الذين قاموا بإجراء هذه الجراحة في 1950 مثلا، وكان هناك أيضا جراح أمريكي آخر قام بإجراءها في السبعينات، وأنا أعرف كل المشكلات التي واجهتهم، وأعرف أن الآن التكنولوجيا موجودة لحل هذه المشكلات. But if you did this surgery and it's succeeded, how will your life change? كيف سوف تتغير حياتك؟ I believe my life will change. أؤمن أن حياتي ستتغير بشكل دراماتيكي، لأن الآن لا يستطيع أن أمشي دون أن يساعدني أي شخص أو أن أتحرك. وبعد الجراحة نعتقد أنني سأتمكن من المشي وأن أقود سيارة، والحياة ستتغير بشكل كبير. Mr. Valery Spidinov, سيد فاليري، شكرا جزيلا على انضمامك إلي، على تواصله معنا عبر سكايب من روسيا. ومشاهدينا بنواصل معاكم حلقتنا من تكنو نايل، خلونا نتحول للتعرف اكثر على كيفية عمل محرك البحث جوجل. We'll be right back.
مرحبا بكم مرة تانية في بداية الحلقة. قلنا أن موضوعنا الأساسي هيكون عن تيشيرت مصري في رسوم متحركة. يعني إيه يا ترى؟ إيه هو شكل هذا المنتج الجديد؟ هنتعرف أكثر على هذا المنتج وإزاي نقدر نستخدم التكنولوجيا في شتى المجالات. فكرة بسيطة مبتكرة هنتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلا من خلال لقائنا النهاردة في تكنولايل مع مبتكري أول تيشيرت مصري في رسوم متحركة. هنتعرف على هذه الفكرة من خلال لقائنا مع محمود مصطفى أحد مبتكري هذا التيشيرت. محمود برحب بيك. مرحبا. كمان معانا عمر مصطفى وهو أحد المبتكرين لهذه الفكرة اللي هنتعرف عليها أكثر من خلال حوارنا. احنا في البداية شايفين لو بصينا على التيشيرت بتاع محمود، التيشيرت شكله مختلف، في جمجمة مرسومة على التيشيرت وفي عين بتنور. هنعرف ازاي الخدعة دي معمولة من خلال لقائنا معاهم. محمود، قبل ما اعرف تفاصيل الفكرة، انتوا ليه فكرتوا في حاجة زي كده؟ هو احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر نوصل للليتست تكنولوجيز في يعني في العالم، فهي مش في العالم قوي يعني، بس احنا بنحاول نطبق التكنولوجيز اللي مش موجودة في مصر في مصر. يعني بنجيب لو فكرة مبتكرة جديدة، حاجة جديدة مش موجودة في مصر، فاحنا بنحاول نطبقها في مصر. وده خلاكم تفكروا في فكره التيشيرت اللي ممكن يكون مبهر او شكله مختلف عن المنتجات الثانيه العاديه؟ تمام. هو الفكره يعني متطبقه بره، بس ما حدش فكر ان هو يعملها في مصر قبل كده، فاحنا حاولنا والحمد لله نجحنا ان احنا نعمل حاجه زي كده ما شاء الله كويس يعني. طب تفاصيل الفكره بقى، ازاي التيشيرت ده يعني عين يعني الجمجمه دي بتطلع نور بالشكل ده؟ والله هو زي ما محمود قال لحضرتك، احنا حاولنا نكومباين الملابس والتكنولوجي مع بعض، تمام؟ فهو العين بتطلع نار ازاي او بتتحرك ازاي؟ احنا عملنا موبايل ابلكيشن، الموبايل ابلكيشن ده بينزل على الاندرويد والايفون، فمن خلال الموبايل ابلكيشن ده نقدر نحطها جوه احنا عاملين جيب سري جوه التيشيرت، نقدر نحط الموبايل ابلكيشن او نحط الموبايل جوه التيشيرت ونشغل الابلكيشن بتاعنا، فهتلاقي العين بتتحرك زي ما حضرتك شايفه دلوقتي. وفكرة التطبيق خدت وقت قد ايه علشان تقرروا الاشكال اللي هتحطوها على التيشيرتات والحاجات اللي ممكن هتتحرك في التطبيق ده؟ خد وقت قد ايه عشان يتعمل بالشكل ده؟ تطبيق التيشيرت ولا الابلكيشن؟ الاثنين يعني، التطبيق نفسه على الموبايل والاشكال، لان اكيد في ربط ما بين الحاجة المرسومة والحركة او الصوت مثلا اللي هيصدر عنه. تمام. احنا خدنا في الموضوع ده حوالي 6 شهور بندور على الخامات وبندور على الابلكيشن هيبقى عامل ازاي والريكويرمنتس هتبقى مكتوبه ازاي، وهيبقى يعني بنظبط كل حاجه هتبقى ماشيه مع بعض ازاي، سواء الخامات سواء الطباعه سواء التقطيع اللي هيبقى في التيشيرت عشان ما يبقاش باين. طيب يعني هو الموضوع مقتصر على نور او اضاءه بس ولا في صوت كمان ممكن يعني التطبيق فيه جانب ممكن يصدر عنه صوت؟ لا، في احنا عاملين في موديل عندنا كده اسمه هيرو يعني البطل، احنا مقتبسينه من فيلم ايرون مان. عندنا مثلا لما حضرتك بتعملي حركه معينه كده فبيطلع الصوت بتاع الباور بتاع ايرون مان، بس هو للاسف الموديل مش موجود معانا حاليا، بس هو موجود على الفيديو بتاعنا على الصفحه. طيب ازاي برضو التطبيق بيشتغل؟ يعني انا عشان التيشيرت يطلع بالشكل ده ايه المفروض بعمله لما بنزل التطبيق؟ تمام. احنا ممكن نشرح لك على ده ممكن نشرح على واحد يعني زي ممكن كده. على واحد زي كده وبعدين نقارنه بده. يعني ده المفروض ان ده تيشيرت عادي خالص، ده بيبقى شكل التيشيرت في الاول. ده شكل التيشيرت عادي خالص، الرسمه ثابته خالص، ما فيهاش اي تغيير، ما فيش اي حركه، ما فيش اي حاجه خالص. الفكره كلها ان احنا عندنا هنا ابلكيشن، الابلكيشن ده اللي عاملينه احنا اسمه اي شيرت. اي شيرت هتلاقيه على بلاي ستور او اب ستور. تمام. انت طب احنا ممكن نرفع التيشيرت بس عشان نوري الناس ونوري فكره الجيب السري اللي موجود فيه ده بيبقى موجود فين؟ تمام. هو احنا الفكره كلها انت لما بتنزلي الابلكيشن بتاعك بتختاري الموديل اللي انت شريتيه، يعني احنا عندنا هنا كذا موديل، في كذا موديل اطفال وكذا موديل شباب، فانت بتختاري مثلا الموديل ده اللي احنا معانا حاليا، وفي زرار عندنا اسمه بلاي انيميشن، لما بتدوس على بلاي انيميشن كده بيطلع الشكل ده قدامك وهو بيتحرك. فاحنا هنا بنروح جايبين في عندنا جيب سري زي ما احنا قايلين كده، فانت بتجيب الموبايل وتروح حاطاه جوه الجيب كده اهو، وبعدين تظبط الانيميشن بتاعك. احنا ممكن نرفع برضو التيشيرت شويه عشان يبان قدام الكاميرا كده. بقى كده ده عن طريق الموبايل اللي احنا حطيناه. تمام. طبعا ده موديل اطفال يعني شويه، لكن احنا عاملين موديل اطفال وموديل شباب، فده معمول كده عن طريق الموبايل ابلكيشن بتاعنا.
طبعا الانيميشنز بتتغير على حسب الموديل اللي انت اخترتيه يعني في مثلا لكن لكل شكل في حركه واحده بس يعني الشكل ده مثلا هي الحركه دي بس الخاصه بيه لحد دلوقتي احنا بنفكر فعلا نطور الموضوع احنا يعني بعد كده ان شاء الله الموديل الواحد او التيشيرت الواحد هيبقى عليه كذا حركه يعني انت ممكن مثلا النهارده سعيده النهارده حزينه ايا كان تختاري المود بتاعك بتاع النهارده نحرك العين او نحرك او نعمل انيميشن خاصه بالمود بتاعك اللي انت تختاريه النهارده فلحد دلوقتي كده بس احنا شغالين اللي احنا نابجريد الفكره بتاعتنا. طيب يعني برضو ابتكار زي ده محتاج فريق خاص بالرسومات وحد كمان متميز في التصميم ان هو يصمم حركه العين اللي هتليق على كل شكل انتم مختارينه، ده كله بيتم ازاي؟ يعني في اعضاء تانيين في الفريق الخاص بيكم ولا انتم بس اللي قايمين على المشروع؟ تمام هو احنا عباره عن 5 انا وعمر يعني متخصصين في اللي هو الابلكيشن برمجه عامه يعني ومعانا 3 كمان حد اسمه احمد هشام وحد اسمه راغب كمان والثالث المدام بتاعت عمر مقسمين نفسنا حد مسؤول عن برمجه الابلكيشن حد مسؤول عن التصنيع حد مسؤول عن الديزاينز حد مسؤول عن المبيعات والكول سنتر دلوقتي واللي بيصمم التيشيرت هو نفسه اللي بيصمم الشكل ما هو يعني ازاي بينقل ده على التطبيق على يعني موبايل ابلكيشن هو اللي بيديزاين البرنت او الرسمه نفسها هو اللي بيديزاين الانيميشن هو في الاول يعني بيصممها طبعا على جهاز الكمبيوتر وبعد كده بتطبع بقى على التيشيرت التيشيرت وناخد احنا الانيميشن نركبها على الابلكيشن على الابلكيشن بتاعنا والشراء التيشيرتات ده بيتم اونلاين ولا في منافس بيع لحد اللحظه دي اونلاين بس احنا يعني ان شاء الله في موزعين لينا هيبقى في موزعين في القاهره واسكندريه والحمد لله يعتبر تم الاتفاق مع وكيل لينا هيبقى في السعوديه هي نقدر نبيع يعني المنتج ده هيبقى في السعوديه قريب جدا ان شاء الله. طب يعني هو في مواصفات هواتف معينه لازم تستخدم مع التيشيرتس دي لان في هواتف حجمها كبير في هواتف صغيره ده بيفرق يعني في لازم حجم معين للهاتف المحمول اللي يكون مثلا شاشته 5 بوصة او كده ولا الموضوع مفتوح ممكن موبايلات حجمها صغير تأدي للهدف؟ لا هو احنا عاملين ديزاين السكريبت بوكت دوت ان هو يفت على اي موبايل. سواء يعني كبير يعني احنا دلوقتي بنستخدم حاجه اللي هو سامسونج نوت 3 فهو حاجه كبيره ف ومديزاينين برضه ان هو هياخد احجام صغيره السكريبت بوكت نفسه القماشه نفسها مطاطيه فاللي هي بتاخد من حجم الصغير لاكبر حجم ممكن اللي هو 6 بلس او لكن لا يعني غير فكرة القماشة نفسها يعني برضو شكل التطبيق أنا لو معايا موبايل صغير الصورة هتظهر أصغر فأنا يعني مفروض بقى بكبرها ولا بالظبط أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني حضرتك شايفة لا كده مظبوطة لو أنت معاكي موبايل صغير هتلاقي مثلا الشكل عامل كده انت من خلال الابلكيشن بتاعنا تقدري يعني ممكن امكانيه ان انا بكبر او بصغر الشكل الامكانيه دي موجوده وبعد ما تكبري او بعد ما تظبطي كل حاجه في عندنا حاجه لوك كده عشان ايه ما تتحركش انا كده عملت لوك للانيميشن نفسها هي لكن انا لو فتحت اللوك تاني هيبقى تتحرك معايا يعني انت تظبطي الانيميشن على الوضع المظبوط تقفليها خلاص مش هي بتفضل شغاله يعني بيفضل يغمض ويفتح عينه طب بالنسبه للصوت برضو نفس الفكره ولا الموضوع مختلف في التعامل مع التطبيق او الجانب الصوتي في التطبيق؟ مع الصوت مش هيفرق قوي هو وانس مش عايز الصوت ممكن لا انا قصدي الصوت يعني هو بيشتغل مثلا بيقول الجمله مره واحده ولا هي بتفضل متكرره يعني ولازم اقفل التطبيق عشان الجمله ما تتكررش مثلا او صوت ما يتكررش هو يعني هو احنا مش هيبقى صوت اظهر صوت كلام ولا صوت لا مش الكلام المفروض ان انتوا ذكرتوا ان يعني جانب من التطبيق في تيشيرتس بيبقى في صوت مع بالظبط في موديل معين بيبقى الصوت مع حركه العين فالصوت ده برضو يعني بيبقى مره واحده ولا متكرر لازم تقفله بطريقه مختلفه عن حركه العين هو احنا عاملين ان هو يبقى متكرر بحيث يعني لو حد عايز يبقى الصوت بيرمننت معايا لكن لو عايز يقفله بيكلوز الصوت عادي خالص فبيقفل معايا طيب برضو دايما لما بنقول حاجات مطبوع عليها رسومات بنفكر في الجوده بتاعتها وفكره ان الرسمه ممكن مع مرور الوقت ان هي بتبهت او حتى تتقطع ما تبقاش ظاهره راعيتوا ده برضو في المواصفات المختلفه وانتوا بتختاروا القماش والخامات اللي هتستخدموها في الطباعه على التيشيرتات؟ ما هو هقول لحضرتك حاجه هو من ضمن اللي محمود قال لحضرتك عليه احنا قعدنا فتره كبيره جدا بنعد الموضوع ده قعدنا حوالي 5 أو 6 شهور عشان كنا بندور على اجود خامه موجوده في السوق وكنا بندور على انضف
نوع طباعه نقدر ننفذ عليه فكرتنا، من حيث ان هو ما يتشالش من الغسيل، ما يتشالش من المكوه، ما يطلع ما يحصلوش اي مشكله. فهو ده اللي اخرنا اصلا. فاحنا الحمد لله راعينا الموضوع ده، الحمد لله راعينا الجوده بتاعه التصنيع، عشان برضو الفتل والقماش والكلام ده كله الحمد لله رعناه. فهو ده اللي خد مننا وقت، او هو ده اللي اخرنا جامد في السوق يعني. لكن احنا غير كده كنا ممكن ننزل من اول الصيف، بس يعني ده اللي اخرنا، اللي احنا كنا بندور لحد ما الحمد لله يعني وصلنا لافضل منتجات موجوده حاليا. طيب برضو لو فكرنا في الفكره هنحس كانت ايه اصعب الحاجات اللي واجهتكم وانتم بتعملوها، يعني اكتر الصعوبات؟ هو مرحله الصعوبات اللي هي واحنا كنا بندور على الخامات وبندور على البيست براكتس في البرينتنج اصلا، علشان زي ما حضرتك قلتي ان هو ما فيش حاجه تتبهت، ما فيش حاجه تتشال، مفيش حاجه وهو مثلا بيكوي او حاجه زي كده تطلع تلزق الكلام ده. فاحنا يعني احنا كنا مهتمين بالفكره قوي، فاحنا قلنا اللي هو يعني مش هتبقى عشان الخامه او حاجه زي كده نبوظ الموضوع كله. لكن ما كانش في صعوبات خاصه بالتطبيق نفسه، يعني الشغل التقني بقى في الموضوع؟ هو شغل البرمجه عامه يعني في ايشوز كتير وفي صعوبات كتير، هو في حد ذاته اصلا يعني لا ده في كتير، ده موضوع البرمجه في ايشوز كتير طبعا. كانت صعوبات متعلقه بايه؟ يعني ان انت ازاي تقدر تظبط الرسمه مثلا مع الشكل اللي طالع متحرك، ولا كانت ايه اكتر الحاجات الصعبه؟ والله اقول لحضرتك حاجه، يعني من حيث التيشيرت نفسه في الجانب التقني تحديدا، الجانب التقني الجانب التقني اصعب حاجه قابلتنا ان احنا كنا بندور على يعني على اللي احنا نخلي الابلكيشن بتاعنا يشتغل على الاندرويد والايفون او نشتغل على الموبايلات كلها، تمام. فاحنا لجأنا للتكنولوجي موجوده حاليا او تريند يعني موجود حاليا اللي هو اسمه كروس بلاتفورم ديفلوبمنت، اللي احنا عملنا ديفلوب للابلكيشن بتاعنا مره واحده واشتغل على الاندرويد والايفون، تمام. فهو ده برضو صعب الموضوع علينا شويه، احنا مهندسين برمجيات بس مش متخصصين قوي في الموضوع ده، في موضوع الموبايل ديفلوبمنت. بس الحمد لله يعني مع السيلف ليرنينج والكلام ده كله الحمد لله قدرنا نوصل بقى الابلكيشن بتاعنا بشكل احنا شايفينه دلوقتي. طيب الناس على مستوى العالم التقنيه دي ايه المختلف فيها عننا؟ انتوا لسه ذكرتوا ان دي اول تجربه او اول محاوله، التجارب اللي بره بقى اللي موجوده ازاي الموضوع مختلف، او التطبيقات بيبقى فيها ايه اكتر من عندنا؟ هو فيها تطبيقات كتير بالنسبه للملابس ولا بالنسبه لا بالنسبه لفكره الملابس تحديدا، وهي يعني هل هي متطبقه في حاجه غير الملابس؟ هو طبعا كملابس كفكره ملابس في افكار تانية كتير موجوده بره، في تيشيرتات مثلا ممكن حضرتك تلاقيها بتنور او بتتحرك زي ما احنا عاملين، في تيشيرت مثلا تلاقيه بينور في الضلمه بدون موبايل او بدون اي حاجه، في تيشيرت تلاقيه ممكن ترسمي عليه، في افكار تانية كتير جدا موجوده بره. لكن الحاجات المتعلقه بالتكنولوجيا تحديدا التكنولوجيا في بحر كبير جدا طبعا ما بيخلصش، فيعني لو قعدنا نحصر الكمية الافكار اللي موجوده بره ولسه مش موجوده في مصر عامه لا يعني مش هنخلص يعني كتير جدا جدا جدا. طيب انتوا عرضتوا الحاجات دي من خلال موقع خاص بيكو، ازاي كان تعامل الناس معاها؟ ازاي استقبلوا الفكره؟ والله هو الفيدباك بتاع الناس كان مبهر بصراحه، احنا ما توقعناش ان هم الناس تنبهر قوي كده، خصوصا يعني الاعمار اللي هي الشبابي شويه. وانتوا عاملين هي فكره بالمقاسات، يعني ما ممكن اي حد في اي سن طالما المقاس موجود حاجه. يعني فكرة، بس احنا بنتكلم على الفيدباك بتاع الشريحه، يعني فئه عمريه من كام لكام سنه تقريبا اللي حسيتوا ان يعني اقبلوا على شراء التيشيرتات؟ طبعا الاطفال بينبهروا جدا بحاجه زي كده، ممكن مثلا لحد 25 سنه، يبقى موضوع حتى الفيدباك من الناس اللي استلموا مننا منتج ويعني بعتوا لنا على البيج بتاعتنا، احنا ممكن نبقى نديها لكم بعد كده السكرين شوتس بتاعت المسجز بتاعتهم، الحمد لله بيشكرونا جامد جدا يعني. الحمد لله يعني دي حاجه تبسطنا يعني. اكيد. طب ايه الحاجات اللي ذكروا انها عايزين يشوفوها في التطبيق قريب، او الحاجه اللي حسوا انها ناقصه او شايفين انها ممكن تطور التطبيق بشكل اكتر؟ والله هو يعني في ناس كتير وليها افكار كتير، بمعنى في ناس مثلا مهتمه باللي هي شخصيات الرعب او ايا كان، باللي هي الحاجات المخيفه اكتر، يعني مثلا الجمجمه ده ففي كذا فكره جات لنا عليه اللي هو لا لو خليته بالطريقه كذا كان مش عارف ايه كان احسن الكلام ده. في ناس ثانيه مهتمه بالافلام الكرتون مثلا، فالشخصيات الكرتونيه ولو ظبطنا فيها الاشكال المعينه دي هتطلع بشكل احلى. فهو افكار كتير جدا وكل واحد عنده فكره وافكار كلها كويسه جدا، بس احنا بنختار اكتر حاجه مناسبه لشغلنا، اكتر حاجه نقدر ننفذها. يعني مش اي رسمه تنفع تشتغل يعني. ممكن ليه بقى صعوبه التنفيذ بتبقى في ايه؟
صعوبة التنفيذ مثلا أنا ممكن أجيب لحضرتك رسمة أيا كان رسمة اكس من الناس، بس العين بتاعته يعني هو ليه عينين مثلا، عين هنا وعين هنا، فمفيش موبايل هيبقى واخد المساحه دي كلها، لازم مواصفات معينه. يعني لو احنا افترضنا الشخصيات الكرتونيه ممكن بعضها ينفع في الموضوع ده، مثلا زي ميكي ماوس والحاجات دي ممكن نطبق بس عليهم بس احنا نفس. يعني احنا بنحاول نبعد شويه عن الحاجات اللي هي اللي محتاجه لايسنس يعني وكده، فاحنا جايبين شخصيات كومن موجوده على الويب وديزاينرز هم اللي يقدروا يديزاينوها، مش حاجات لايسنس لشركه معينه لديزني لمارفل ايا كان. احنا بنستخدمها الحمد لله، وكلها الحمد لله لقيت اقبال حلو جدا من الناس. الحمد لله احنا بقالنا 3 اسابيع بس، 3 اسابيع حرفيا الحمد لله عندنا اقبال. يعني 3 اسابيع من ساعه ما اعلنتوا ونزلتوا على الموقع التيشيرتات والفيديوهات؟ اول اعلان نزل لينا اللي هو يوم الثلاث 26/7، من 3 اسابيع بالظبط. الحمد لله عندنا البيدج بتاعتنا، يعني احنا بنقيسها بعدد الانتر اكشن مع الناس يعني، او فاحنا عندنا مثلا حوالي 10,000 لايك، عندنا الاول اعلان لينا نزل داخله في حوالي 400,000 فيو، يعني الحمد لله الحمد لله في فيدباك كويس جدا من الناس الحمد لله. طيب برضو بالنسبه لفكره التطبيق، هل العين او مثلا الشكل اللي انتم مخصصينه للرسمه هو ده بس اللي ممكن يشتغل عليها، ولا ممكن يعني من باب بقى الترفيه او ان حد بيجرب ويلعب يحاول يستخدم الاشكال الثانيه ويجربها على الرسمه اللي عنده؟ هو لو الشكل نفسه هيبقى مناسب هو ممكن يعني يلعب او يعمل حاجه زي كده، ممكن هو يشغل اصلا فيديو بس يبقى برضه مناسب للتيشيرت يعني. حاجه ما تكونش في التطبيق تكون ممكن يجيب فيديو عادي العين 3D مثلا ويركبها، هيبقى هتدي نفس المنظر برضه وهيشتغل معاه. يعني احنا طبعا مش ريستريكت، مش مقيدين الدنيا بحاجه يعني. يعني سايبين مجال الناس انها تبتكر وتستمتع بالفكره، ان انا يعني الفكره موجوده وكل واحد ممكن بقى يضيف عليها الحاجات اللي بيفكر فيها. طيب برضو لما نفكر في فكره الموبايل واستخدامه، يعني ما فيش حد هيمشي بالتيشيرت على طول وهو حاطط الموبايل فيه، دي ممكن مشكله تانية. ايه بقى يمكن نقول المخاطر بالذات في تعامل الاطفال مع الفكره دي؟ تمام، هقول لحضرتك حاجه، احنا زي ما حضرتك لسه قايله ما حدش هيبقى ماشي ليل نهار حاطط الموبايل هنا. احنا الفكره كلها لما نيجي نستخدم التيشيرت يفضل ان احنا نخليه على اللي هو وضع طيران او ايربلين مود، ده طبعا مش هيرسل اشارات، مش هيساب الاشارات ولا هيرسل مكالمات، وده طبعا احسن عشان برضه عشان الذبذبات وخطورتها من القلب او يعني انها تكون قريبه من جسم الانسان. بالظبط. ثانيا وده افضل عشان مثلا انا مش حاطط موبايل هنا والانيميشن بتتحرك ولا اي مره مثلا حد بيتصل بيا، فده برضه هتبقى مش صريفه، لان انا كده والعين المفروض اتحرك الاقي اكس من الناس بيتكلمني، ف يعني يفضل ان احنا نخليه على وضع اللي هو الايربلين مود. يعني دي بس الحاجة اللي ممكن المشكلة اللي حد يواجهها وبيتعامل مع ال ما فيش كطبيا ولا كحاجة تانية؟ لا يعني برضه فكرة يعني هو شيء غريب الواحد عشان يمشي مسافات طويلة بره، دي هتبقى صعبة شوية، ممكن يستخدم في بعض الأماكن أو بطريقة معينة. وفي في حضرتك أقول لحضرتك حاجة، يعني احنا التيشيرت بتاعنا هو تيشيرت عادي خالص، يعني مش شرط يبقى محطوط فيه موبايل، يعني هو مش باين الجيب السحري مش باين في الحقيقة، وبرضه مش باين إن يعني مكان العين مش باين خالص، كانه طباعه عاديه خالص، فممكن الشخص يمشي بيه عادي خالص، مش شرط يبقى مقيد اللي هو جايبه عشان احط فيه الموبايل. فهو انا حطيت هنا الجيب مش باين خالص، هو لو دققنا شويه هنلاقي الجيب بقى ظهر هنا، بس هو احنا عاملين اللي هو سري او ايا كان عشان ما يتبانش. لكن لو حابه العين دي تتحرك انا ممكن اجيب الانيميشن بتاعت العين، اروح فاتح الجيب واروح مدخل الموبايل هنا، العين دي هتلاقيها مختلفه تماما زي ما حضرتك شفتي دلوقتي. طيب بالنسبه برضه للسعر، لما حد بيشوف فكره جديده بيقول ده اكيد سعر التيشيرت هيبقى حاجه غاليه جدا مش في متناول الجميع، سعر التيشيرت معقول زي اسعار تيشيرتات كتير في المستوى المتوسط ولا بتبقى تكلفته مرتفعه؟ لا هو في المتوسط واقل من المتوسط كمان، يعني احنا لما عملنا زي تيست بايلوت كده على الناس وقلنا لهم تيشرت زي كده ممكن تدفعوا فيه كام، فهم يعني قالوا ارقام اعلى من اللي احنا منزلينها بيه بكتير جدا. بكتير. طب دي حاجه يعني هي الفكره، وحتى التطبيق برضه مجاني ممكن اي حد ينزله من على الاي او اس او من على البيت. بالظبط، او الابل ستور. طيب برضه في الفتره المستقبليه ايه الحاجات اللي بتفكروا تعملوها؟ يعني اول فكره بقى بعد نجاح المرحله الاولى وزي ما قلتوا كان في رد فعل ايجابي من الناس، ايه اللي بتشتغلوا عليه دلوقتي؟ هو يعني احنا شغالين على افكار برضه نفس فكره ان احنا عايزين ننزل تكنولوجي مش متطبقه في مصر،
بس احنا يعني لحد ما مش شرط تكون مطبقه في الملابس يعني لسه لا 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 خالص. احنا يعني احنا ارتباطنا اكتر بالتكنولوجي، يعني احنا توجهنا الفكره دي علشان يعني ريليتد بالتكنولوجي مش عشان الملابس. لكن يعني احنا مرتبطين اكتر كتكنولوجي كسوفت وير عامه. يعني منتظرين يعني ممكن نخليها يعني لما ننزل مفاجأة بيها ان شاء الله. يعني مش لازم نحرق المفاجآت لما يكون في حاجه تانية هتكون بعيده عن الشتات لكن مرتبطه بمجال وسوق التكنولوجيا أكيد. لكن بالنسبه للمشروع ده انتوا هتفضلوا بقى تتابعوا ردود الافعال وتتعاملوا على اساسها تحاولوا تطوروا برده من نفس الفكره بالظبط. هو زي ما محمود قال لحضرتك احنا يعني ده برانش عندنا اللي هو موضوع الملابس، والحمد لله احنا في حد عندنا ماسك الموضوع ده. احنا اصلا يعني في تكنولوجيا كبيره جدا هننزلها ان شاء الله وهنطبقها هنا في مجال التعليم ومجال الصحه وحاجات كتير جدا، والحمد لله يعني ان شاء الله هيبقى ليها يعني تاثير كويس جدا ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا على هذا الابتكار يعني لطيف كمان بالنسبه للاطفال، لو اي حد بيشوف هيشوفوا حاجه تجربه مثيره ولطيفه. بشكرك شكرا جزيلا محمود مصطفى احد مبتكري اول تيشيرت مصري برسوم متحركه. شكرا ليك. كمان بشكر استاذ عمر مصطفى وهو احد مبتكري اول تيشيرت مصري برسوم متحركه. شكرا جزيلا على تشريفك لينا في تكنولوجيا. شكرا. وخلينا نختم حلقتنا مع تقرير عن مسابقه كاس روبوتات لعام 2016 في مدينة لايبزيج الألمانية. هذه المسابقة اللي بتحظى باهتمام كبير في مجال الروبوتات، بيشارك فيها عدد كبير جدا من المتسابقين، بيصلوا هذا العام لحوالي 3500 شخص و500 فريق من 45 دولة. نتابع تقرير عن هذه المسابقة وألقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من تكنولوجيا بإذن الله. فإلى اللقاء. ربما لا تكون هذه الروبوتات اللاعبين بنفس سرعة لاعبين كرة القدم في مسابقة كأس أوروبا، حيث إن هذه المسابقة هي بطولة كأس العالم لكرة القدم للروبوتات. هذا العام تقام بطولة العالم لكرة القدم للروبوتات في مدينة لايبزيغ الألمانية، وتقام على هامش المسابقة 6 بطولات، بداية من الروبوتات بحجم الإنسان إلى الروبوتات صغيرة الحجم. وأول مرة أقيمت فيها هذه المسابقة كانت عام 1997، ويقول كريتس شتاينماير رئيس مجلس إدارة المسابقة لعام 2016، يقول إنه يأمل أن يرى الروبوتات تلعب بنفس إتقان ودقة وحرفية الإنسان، بل يتمنى أن تفوقها الروبوتات في الحرفية. ويضيف أنهم يطورون مجموعة من الروبوتات كبيرة الحجم يمكنها أن تتحدى البشر عام 2050. يشارك في البطولة 500 فريق من 45 دولة، وعدد أفراد هذه الفرق يصل إلى 3500 شخص، وأفضل تكنولوجيا سيفوز بها الفريق الذي يصل ويفوز في المباراة النهائية في دوري الروبوتات. من الصعب ربما أن تتخيل أن هذه الروبوتات البطيئة يأتي يوما وتهزم فيه لاعبين محترفين مثل ميسي، رونالدو، إبراموفيتش، ولكن لا أحد يعلم أو يمكنه حتى التوقع ماذا يمكن أن يحدث للتكنولوجيا بعد 34 عاما. فإذا نظرنا إلى التطور الهائل الذي حدث في التكنولوجيا في 20 عام السابقة، تجعلنا ربما نجزم أنه ليس هناك دليل قاطع على تخيل كيف يمكن أن تتقدم التكنولوجيا في السنوات القادمة وإلى أي مدى. وفي دور الروبوتات للأحجام الكبيرة لم تستخدم الفرق روبوتات بنتها بنفسها، وإنما استخدمت الفرق الروبوت الذكي ناو، والفريق الأفضل هو الفريق الذي ابتكر برنامج ناو يمكنه من التفاعل مع الكرة والجري وراءها بسرعة وتحقيق الأهداف. أما روبوتات صغيرة الحجم فهي الروبوتات التي تبنيها الفرق المشاركة بنفسها أيضا، وعادة ما تكون أسرع من نظيراتها كبيرة الحجم. يذكر أن كأس العالم للروبوتات لعام 2017 سيقام في مدينة ناغويا باليابان، وسيقام في الفترة ما بين 22 إلى 28 من يوليو 2017.